وانت في حمام الطياره هتلاقي دايما ان في مكان تطفي فيه السجاير. اوعى 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 تشرب سيجاره جوه الطياره، حتى لو حاطين لك مكان تطفي فيه هتلاقي فوق دايما بيقول لك ممنوع التدخين. الموضوع مش تهريج، لو كانت حد شرب سيجاره هنا السنسور اللي فوقنا ده او الانذار هيضرب والدنيا هتتبهدل. في اي طيران في العالم هتدفع ضرائب كبيره جدا جدا جدا، وفي بلاد ممكن كمان تمنعك من الدخول ليها. اول ما توصل البوليس يقبض عليك كانك عملت جريمه، لان شرب السجاير على الطياره ممنوع تماما. اوعى 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 تضمط وتفتكر ان هنا ينفع تطفي السجاير بجد.